بالفعل الذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة الفاتح نوفمبر سنة 1954، نظمت المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة تظاهرة تمثلت في برنامج تاريخي ثقافي، برنامجا رياضيا متنوعا بناء على توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركة كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البطولة الجامعية الرياضية لهذه السنة. افتتح برنامج الاحتفالية في اليوم الأول برفع العلم الوطني في ساحة المدرسة أمام النصب التذكاري، حضور مكثف لأعضاء الأسرة الجامعية السيد مدير المدرسة الدكتور بالقاسم ساحلي، إطارات، أساتذة، طلبة وعمال وضيوف المدرسة من الأسرة الثورية وأسرة الإعلام. بعد رفع العلم الوطني عاليا مرففا في سماء الجزائر المستقلة الحبيبة، ألقى مدير المدرسة كلمة ترحيبية بالمناسبة مهنئا الجميع بالعيد وبالنصر المحقق، مترحما على أرواح الشهداء الطاهرة. أنا سعيد مجددا بالوقوف أمامكم بهذه المناسبة الغالية، مناسبة احتفال بالذكرى 62 لاندلاع ثورة الفتح من نوفمبر. احتفالنا بهذه المناسبة هو أولا لتجديد وفائنا إلى التضحيات الكبرى اللي قدموها ليس فقط مليون ونصف مليون من الشهداء الأبرار بمناسبة الثورة التحريرية المباركة، ثورة فتح نوفمبر، وإنما إذا حسبنا عدد شهداء الجزائر المؤرخين يتكلموا على ربما 10 ملايين منذ انطلاق الثورات الشعبية، منذ أن وطأت قدم مستعمر الغاشم هذا الأرض الطيبة، وقوافل الشهداء في حق الأمر لم تنقطع أبدا، ولعلها كتب عين رب العالمين في هذه البلاد باللي قوافل الشهداء ما تنقطعش. آخر شهيد ربما اللي راه في ذهني شهيد من شهداء الواجب الوطني، ذلك الشرطي الذي اغتاله الإرهاب منذ يومين أو ثلاثة في مدينة قسنطينة، فهو شاب مثلكم ومثلي وله أبناء، ولكن ضحى باش تبقى الجزائر آمنة ومستقرة. هذا هو أول تحدي، هو أننا نبقى مهما كنا مختلفين في ثقافاتنا، في انتماءاتنا، في تفكيرنا، نبقى أوفياء لتضحيات هذا الشهداء. الرسالة الثانية اللي حبينا باش نأكد عليها اليوم هي وقفة الإجلال والإكبار للمجاهدين تبعنا، أطال الله في أعمارهم جميعا، واللي انتقل إلى رحمة الله نسأل له المغفرة، ونحييو هذا المجاهدين لأنهم قدموا شيء كثير، قدموا ليس فقط جهاد لدحر الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، ولكن قدموا كذلك الجهاد الأكبر بناء الدولة الوطنية. نحتفل الآن ب 52 أو 53 أو 54 سنة من استقلالها، طبيعة الحال بانتصاراتها الكبيرة وببعض انكساراتها كذلك، ما نقدرش نخفيو الأشياء. والرسالة الثالثة هي للشباب، ما هو دورنا كشباب؟ هو استكمال لرسالة نوفمبر. عندما نتكلم على رسالة نوفمبر ماشي لغة خشب، استكمال رسالة نوفمبر بسلاح العصر الجديد، هو سلاح العلم، سلاح الإخلاص، سلاح خدمة البلد. كما دعا الجميع إلى الاطلاع على رسالة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع ثورة التحريرية المباركة، ثم أحيلت الكلمة إلى كل من رئيس الديوان بالمدرسة السيد عبد الله بالحاج، الأمين العام السيد فتح كبير، وأحيلت الكلمة أيضا إلى ممثلي الطلبة السيد ماسي. بكلمة مختصرة، بيت شعري عن مفتي زكريا للشاعر الثورة، نوفمبر وجل جلاله فينا، فأنت بثت فينا اليقين، أصبحنا على جلل من دمانا، لمصر نقود سفينة، نوفمبر وكنت مطلع فجر، شغلنا الورى وملأنا الدنيا بشعر نرتل بالصلاة تسبح من حنايا الجزائر، الله يرحم الشهداء. السلام عليكم.
المدرسة مرت بمرحلة صعيبة من الأيادي الغادرة، المدرسة انحرقت كومبليتمون، تعاودنا بنيناها بنوها بلادها، بناها الكيزيني، بناها الجارديني، بناوها الإطارات والعمال كامل، ضافوا الجهود وما غادروش المدرسة، بينما كانت اقتراحات باش تحول المدرسة للأخر لانستيتيو تاع بوشبوف. والناس ما الناس ما قبلتش، قالت نقعدوا هنا المدرسه نعاودوا نبنيوها، لقيناها مبنيه نبنيوها، بنيناها احسن ونوصلوا في المشوار مع السيد الموتى هذا بتكميل الهياكل الاساسيه للمدرسه. شكرا. شكرا. نشكركم على هذه المبادره، الاحتفال بهذه المناسبه اللي خلوها لنا الشهداء المجاهدين اللي راهم هنا معنا اليوم. عندي ان سول ميساج برك نفوتو، المجاهدين بارك الله فيهم جاهدوا خلاو لنا الاستقلال، الشهداء الله يرحمهم خلاو لنا الاستقلال اللي ندعموا به اليوم، ماذا بينا نبنيو الاستقلال تاعنا، رانا هنا اليوم ابناء الجزائر لازم نبنيو الجزائر ونرجعوها لمستوى بلاد كما كان يتوقعها المجاهدين والشهداء اللي خلوها لنا. بعدها توجه الجميع إلى مدرج المدرسة لزيارة معرض للصور التاريخية لمجاهدي وشهداء الثورة، كما استمع الحضور إلى شهادات بعض مجاهدي الثورة التحريرية لمنطقة البليدة مع ذكر الظروف القاسية والعذاب الذي تعرضوا إليه. ممنوع كان ينضم الى اي حزب فرنسي موجود في الجزائر يقدر ان ينضم، اما الجزائري يكون في حزب او جمعيه غير موجوده لا نكون موجودين في الاصليين، كان هذا الامر ممنوع، ولهذا يوجد في هذا الوقت بعض الجزائريين، اقول بعض الجزائريين اللي كانوا من الممكن سنحكم الفرصة لنوش في المدرسة شنو في عام في إقراض خاصة اللي كانوا في دار الجديد كل مرة اللي كانوا منضمين إلى الحزب الاشتراكي في فرنسا، كذلك بعض الجزائريين اللي كانوا موجودين في الحزب الشيوعي في فرنسا. جزء في المحكمة العسكرية محكومة بالإعدام، قبل ما يكون للدار الشرع إذا يكون هما بعد ينظم بالإعدام بلاد الظلمة وبلاد اللي تحترم حقوق الإنسان، كانوا راضيين لي مع إخوان في الكل تاع الشرار تاع الكلمات تاع النصارى في حوش الشيوخ 90 يوم تاع تعذيب 40 جنود 200 جنود انا واصدقاء ربي يكون الاعمار علاش كانت الامر باش يجيبوا منا المعلومات على النظام تاعنا وعلى الاصدقاء تاعنا والاخوان المجاهدين. كما فتح باب المناقشة بين المجاهدين والطلبة وأجاب كل من المجاهدين على جل الأسئلة، وقد ثمن المدعوون والطلبة هذه المبادرة ووصفوها بالحدث المهم في الوسط الجامعي للمحافظة على تاريخ الجزائر وفرصة حتى يلتقي جيل الثورة مع جيل الشباب. هذه المناسبة وهذه اللحظات ستذكرونها يوماً وستعتزون به وستعلمون ان كان لكم حق كبير ان تكونوا في هذا اللقاء، لانها اليوم راح نشوفوا وتسمعوا عينات لهؤلاء المجاهدين
الذين صنعوا وأقول صنعوا معجزة، وهي معجزة أو مغامرة فريدة في التاريخ، في تاريخ الشعوب المعاصرة. طبقة ودي نشكر الإدارة وكل طاقم إدارة المدرسة العليا للري، المدرسة الوطنية للري، المدرسة الطيبة ذكرى عزيزة وذكرى ثانية حتى ينتقل يعني طلبا هذا الرصيد يعني الثوري هذا الرصيد الإدارة الثوري ويبقى ديما بالنسبة لنا يعني صح حسن يعني معناه كل المناورات وكل الزيارات يعني غيرها نهنيكم على هذا أن يكون هذا التواصل بين الجيل وصناعة الثورة والجيل اللي راه الآن حاضرين جيل الشباب وكثرت يعني الدعوة للمستعمر اللي هي ضرورة تسمح بالعلم والاستمرار يعني في هذا المنهج كما السابقين يعني حول البلاد راح الآن حاليا من الجيل تاعنا ولا الجيل اللي هو هذا اللقاء مع المجاهدين تاعنا ونقولوا الله يرحم الشهداء ونقول لهم ان شاء الله كما ضحاو الشهداء على البلاد هذه وكما راهم المجاهدين اليوم راهم يوعوا فينا وراهم نقلوا لنا التاريخ تاعنا تاع البلاد نقول ان شاء الله ديما القدام ان شاء الله ديما نكونوا واعيين باش راه صار في بلادنا نكونوا دائما نروحوا توجو ان شاء الله نكونوا متعلمين نكونوا متفقين وما نكونوش ضحايا تاع الاستعمار الجديد هذا كما وصل السيد المدير على هذا الشيء وان شاء الله نكونوا ديما واقفين كما في الأخير وزعت شهادات شكر وعرفان للأسرة الثورية الحاضرة إذ كان لهم دور فعال في إحياء هذه التظاهرة التاريخية. تميزت الفترة المسائية ببعد ثقافي علمي حيث نظمت زيارة للطلبة إلى المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة، وفي اليوم الثاني خصص برنامج الاحتفالية للرياضة إذ كانت هناك مقابلة في كرة القدم جمعت بين فريق العمال وفريق الطلبة.